أسأل الآن المهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية المتكاملة. هناك ميزة تنافسية لمصر في مجال صناعة المسبوكات، ربما هي صناعة ثقيلة يضرب بها المثل دوما. ما الذي يمكن أن يقوم به الصندوق السيادي في دعم مثل هذه الصناعة، أن يتشارك ويوسع نشاط القطاع الخاص في هذه الصناعة كمثال لصناعات ثقيلة أخرى؟ شكرا. خليني يعني بسرعة أشرح دور المطور الصناعي بشكل عام كشريك للدولة في التطوير الصناعي، أتكلم عن نموذج ناجح مع الصندوق وبعدين أتعرض لسؤال حضرتك. شركة شرق بورسعيد للتنمية اللي حضرتك ذكرتها هي شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، غرضها التطوير الصناعي للمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد. والشركة دي عندها التكليف ده، ونظرا لصعوبة التنمية في المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، صعوبة الأرض والشغل الإعجازي اللي عملته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تجهيز الأرض دي، وذكره معالي دولة رئيس الوزراء لما زار شرق بورسعيد. فإحنا دلوقتي علشان نقدر نطور المنطقة دي، ما نقدرش بس نكون مطور للأرض إننا نعمل أراضي صناعية ونجتذب مستثمرين من أي حتة، ولكن لازم نطور نماذج صناعية مصر يكون عندها قيمة مضافة أو ميزة تنافسية عشان تستدعي هذه الصناعات. والصناعات دي نظراً للموقع والمكان وقربه من الميناء ومن قناة السويس، لازم تكون صناعات مبنية على التصدير وبالتالي استدعاء الاستثمار الأجنبي المباشر. والمزايا التنافسية ممكن أن مصر يبقى لها سوق كبير، أو أن مصر يبقى عندها قدرة على أنها تخفض التكلفة، سواء من ناحية الطاقة، سواء من ناحية تكلفة العمالة، أو سواء من ناحية المواد الأولية المتوفرة اللي بدل ما نصدرها كخامة نصنعها ونصدرها. ومن ناحية ثالثة كمان، أن مصر ممكن يكون عندها ميزة تنافسية في أنها عندها اتفاقات تجارية مع أسواق، ومصر من الدول اللي عندها اتفاقات تجارية متميزة جدا، سواء مع أوروبا أو مع دول كثيرة من المنطقة العربية وأفريقيا. النموذج الناجح اللي عملناه مع الصندوق، وكان من بدايات النماذج اللي نجحت، هي اننا لقينا ان مصر كسوق عندها احتياج كثير جدا لعربات السكة الحديد والمترو، او يعني الوحدات المتحركة لوسائل النقل الجماعي، لان مصر هتشتري كمية كبيرة جدا من هذه العربات في السنين الجاية عشان تقدر يعني ترفع كفاءة مرفق كان ما تصرفش عليه فلوس كتير جدا في التوقيتات السابقة. وبالتالي كانت الفكرة هي شراكة بين الدولة ممثلة في الصندوق والقطاع الخاص، في أننا نعمل مصنع عشان يصنع هذه المنتجات لاحتياجات السوق، ونظراً لأن دي بيسموها من الصناعات القاطرة، والصناعات القاطرة هي اللي لما بتتعمل بتستدعي وراها صناعات قيمة مضافة في سلاسل الإمداد بتاعة هذه الصناعة. فصناعة القطار بتحتاج مكونات كثيرة، وحدات متحركة، مواتير، كراسي، إزاز، أبواب، تكييف، حاجات كتير ممكن أنه بناء عليها يبقى في صناعات مساعدة تتوجد وتساعد هذه الصناعة. فكانت الفكرة أننا نعمل هذه الشركة. الشركة دي دلوقتي عندها أول عقد، وطبعاً الصندوق دوره في التنسيق مع وزارة زي وزارة النقل عندها احتياجات كثيرة عايزة تستوفى بسرعة، فلازم كمان وزارة النقل ممثلة في سيادة الفريق كامل الوزير يقبل أنه يدعم الصناعة، مش بس أنه يعني يشتري منتجاته بأحسن سعر موجود، لأنه الصناعة دي كمان لما هتتأسس في مصر قدرتها على التصدير للأسواق الأفريقية، لأن هيبقى في احتياجات. ولازم نتفق أن شبكة النقل العام في أفريقيا بشكل عام مش موجودة، والدولة الوحيدة الأفريقية اللي عندها هذه الصناعة هي جنوب أفريقيا، وبالتالي عندنا فرصة متميزة. اللي حضرتك ذكرته على موضوع المسبوكات هو جزء من سلاسل القيمة المضافة في صناعة القطارات، وكمان في صناعة السيارات اللي صدر لها استراتيجية مؤخرا المفروض انها تستدعي بقى صناعات القيمة المضافة الكثيرة في هذا المجال. كانت الفكرة انه صناعة المسبوكات صناعة بتعتمد على طاقة هي متوفرة في شرق بورسعيد، لان الغاز موجود بوفرة، ايد عاملة عندها كفاءة عالية انها تقدر تشغل
المنتج ده وتحوله إلى منتج. وكل الصناعات الهندسية وصناعات التجميع اللي موجودة في أوروبا محتاجة المنتج المسبوك ده. حوالي 100 مليون طن مسبوكات بيتعملوا في العالم، منهم 20 مليون طن بيتعملوا في أوروبا. احنا هدفنا اننا نجيب 500,000 طن. ال 500,000 طن دول تمنهم يوفروا حوالي 2 مليار دولار في السنة منتج احنا بننتجه من الخامة إلى المنتج النهائي من غير أي احتياج لعملة أجنبية، ونصدره ويجيب لنا عملة أجنبية. الفكرة دي تعرضت على دولة رئيس الوزراء، ادانا يعني جرين لايت أو ضوء أخضر إننا نبتدي نروجها. طبعاً محتاجة إنه المستثمر اللي هيجي ده يبقى معاه شريك، لأن الناس اللي بتعمل المنتجات دي دلوقتي في أوروبا مضغوطة، محتاجة إنه الصندوق السيادي يعني وافق على إنه هو يتشارك مع المستثمر اللي جاي على الأقل في المكون المحلي، مبنى المصنع، الأرض اللي بتتوفر. مهندس كريم، أن يتشارك ماديا فقط ام لا غضاضة لدى القطاع الخاص ان يتشارك في الإدارة ايضا؟ المنتج المستثمر الصناعي الاجنبي اللي احنا بنحاول نستدعيه ده هو عنده الخبرة بتاعته انه ينتج هذا المنتج، وعنده السوق اللي بيشتري منه المنتج اللي احنا عايزين نصدره. احنا في الحاله بتاعه المسبوكات ما عندناش سوق كبير، في طبعا طلب في السوق المحلي، ولكن احنا عايزين نحول المنتج ده الى منتج مصدر يجيب لنا عمله اجنبيه وياخد من سلاسل القيمه المضافه الاوروبيه الجزء اللي هي دلوقتي نتيجة الضغوط اللي حصل عليهم في تكلفة الطاقة ما يقدروش انهم يستمروا ينتجوه، فيبتدي يتنقل يروح حتة مثلا زي الصين والهند وحتة تانية. فأحسن لهم انهم ينتقلوا الى جنوب البحر المتوسط، والمساعدة اللي الصندوق بيعملها انه بيستثمر معاهم في البنية التحتية المطلوبة علشان يتنقلوا، وبعد كده لما يستريحوا في الاستثمار ده يرجع يبيع لهم الأسهم اللي شاركهم بيها إذا رغبوا في انهم يشتروها. شكرا جدا مهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية المتكاملة.